اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلونا نروح مع حضراتكم نطمن على اخبار الطقس بالتفصيل مع دينا، هتقول لنا وتطمنا اخبار الطقس النهارده ايه. بالفعل هدير، تعالوا ناخدكم في جوله في احوال الطقس لكن بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيشهد طقس دافئ بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. هيكون معتدل على السواحل الشماليه والغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه شرقية وسط سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء. هيكون في شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات، خلونا نتعرف أكثر عن أحوال الطقس مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بعدك. امبارح مرينا بموجه تراب كانت قويه جدا، كان في ارتفاع طبعا في درجات الحراره يمكن وصلت ل 27 امبارح، لكن النهارده احنا درجه الحراره 23. هل الانخفاض ده هيكون وقتي ولا ممكن يستمر معانا تاني اقل من 20 درجه بعد كده في الايام القادمه؟ هو احنا بالفعل اليوم الاجواء هتكون مستقره تماما على كافه مناطق الجمهوريه، يمكن كمان احنا هنتاثر بامتداد مرتفع جوي، الكتل الهوائيه هتبدا تتغير، كانت بالامس جنوبيات غربيه لكن اليوم هتكون شماليات غربيه، معاها انخفاض طبعا في درجات الحراره عن الامس بحوالي من 4 ل 6 درجات. بالفعل الطقس خلال فتره النهار الاجواء هتبقى صافيه، الطقس خلال فتره النهار هيكون دافي على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحراره على السواحل الشماليه، هيكون مائل للحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء طبعا خلال فتره النهار، لكن مع دخول ساعات الليل الفرق بين العظمى والصغرى بيوصل لاكثر من 10 درجات. خلال ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا اليوم بالفعل تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ادت بالفعل لانخفاض الرؤيه الافقيه على اغلب المناطق، لكن هي تلاشت مع سطوع اشعه الشمس بدات في التلاشي، مع ساعه كمان ان شاء الله والرؤيه هتتحسن تماما على الطرق. متوقع غدا الثلاثاء يكون عندنا في ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، هترتفع بحوالي من 2 ل 3 درجات مقارنه باليوم. يعني غدا العظمى متوقع تكون ما بين ال 25 وال 26 على القاهره الكبرى، هيكون في بعض الادبه العالقه في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لان احنا هنتاثر بكتل هوائيه جنوبيه شرقيه معها بعض الاسئله العالقه. كان في بعض الصفحات اللي عن اخبار الطقس كانت بتتحدث ان ممكن يكون في امطار خلال الايام القادمه، هل بالفعل في امطار او ممكن كمان نشهد موجات بارده او زي ما حصل في مارس 2020؟ هو بالفعل هنبدا من مساء غدا ان شاء الله، يعني مساء الثلاث هتبدا فرص الامطار على سواحلنا الشماليه بعض المناطق من المحافظات الشمالي الوجه البحري، لكن اعتبارا من يوم الاربعاء هيكون في انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحراره، يمكن مع نهايات الاسبوع ده نرجع تاني للاجواء الشتويه، درجات الحراره تكون ما بين ال 18 وال 19 على القاهره الكبرى مع نهايات هذا الاسبوع وبدايات الاسبوع القادم ان شاء الله، مع فرص الامطار على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لكنها فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه الغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن طبعا مش هتاثر لان حضرتك بتقولي على السواحل الشماليه والغربيه، دي مش هياثر على حاله البحار وهيكون في ارتفاع للامواج او وامكانيه الصيد كمان. يعني هو اليوم وغدا ارتفاع الامواج هيبقى يعني ما بين 1.5 ل 2 متر، والبحرين هيكونوا مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن متوقع مع نهايات الاسبوع مع انخفاض درجات الحراره هيكون ايضا في نشاط للرياح، يمكن نشاط الرياح هيبقى اغلب مناطق الجمهوريه، ده ممكن يؤدي لاضطراب ملاحه بحريه، يعني هيبقى ارتفاع الامواج فيه من 2.5 ل 3 متر، مش هيبقى اضطراب زي الايام اللي قبل كده، لكن طبعا هيبقى فيه اضطراب في حركه الملاحه البحريه. لكن حضرتك ذكرت ان احنا هنرجع تاني لحاله مارس 2020، يعني احنا الحمد لله الى منتصف هذا الشهر ان شاء الله الاجواء هتكون مستقره، مش هنشهد غير انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره فقط خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 23 والصغرى 12، الاسكندريه 20 12، مطروح 20 12، سيوه 23 10، بورسعيد 19 12، دمياط 20 11، اسماعيليه 30 12، السويس 23 12،
العريش 23-13، طابة 23-14، كاترين 22-9، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 25-17، الفيوم 23-11، بني سويف 23-11، المنيا 25-12، أسيوط 26-12، سوهاج 28-13، قنا 29-14، الأقصر 31-15، أسوان 32-15، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 30-16، وأخيرا حلايب 29-18. حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن أحوال الطقس بالتفصيل. متوقع طبعا يكون في النهارده انخفاض يعني في درجات الحرارة، ومن غدا هيكون احتمال في سقوط أمطار على بعض السواحل الشمالية والغربية ابتداء من بكرة بالليل إن شاء الله. هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.